نجدد التحية مستمعينا الأعزاء. ومن الأخبار المبشرة أيضا هذا التعاون بين مصر وتشيلي، لأن مصر تقوم بالعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والصرف الصحي المعالج والمياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية. وتفاصيل أكثر عن هذا التعاون من المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية. صباح الخير يا باشمهندس. تحياتي لحضرتك وسادة المستمعين. باشمهندس، تشيلي جاية مصر عشان تستفيد من التجربة المصرية في تقنين استخدام مياه الزراعة. تشيلي عندها مشكلة في تساقط المطر، كان 2500 ملي متر على مدار السنة، انخفض ل 1100 ملي متر، ده بسبب التغيرات المناخية. بالتالي احنا عندنا تجربة كنا سمعناها كتير انه هيعاد ميكانة الري المصري بحيث يقنن او يقلل استخدام المياه في الري تحديدا اللي بيستحوذ تقريبا على 70 أو 80% من مواردنا المائية. هل تشيلي جاي عشان تستفيد من هذه التجربة تحديدا، او ايه اللي ممكن تقدمه مصر لتشيلي في مجال تقنين مياه الري اللي احنا بالفعل بنستخدمه دلوقتي في مصر؟ طيب اسمح لي اوضح لحضرتك يا فندم ان الزيارة الحالية لرئيس البرلمان او مجلس النواب الدولة تشيلي موجود في مصر، وطبعا شرف بمقابلة السيد رئيس الجمهورية بالاضافة الى بعض اللقاءات مع السادة المسؤولين، منهم كان لقاء امبارح مع المهندس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية في مصر. وخلال اللقاء تم بحث طبعا المجال المائي بصفة عامة والتعاون في المجال المائي. ومصر يعني نعتبر احنا لدينا تجربة جيدة في إدارة الندرة المائية وليس إدارة الموارد المائية فقط، لأن احنا في مصر عندنا عجز أو فجوة كبيرة بين مواردنا وبين احتياجاتنا، ومصر تعتبر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه. ونوضح يعني كفاءة استخدام المياه، ان احنا وصلنا لسبة 85% وبنستهدف ان احنا خلال السنوات القادمة نوصل لكفاءة استخدام المياه نسبة 90%، طبعا ده عن طريق استخدام مياه الصرف الزراعي اللي ذات نوعية جيدة زي ما حضرتك ذكرتي، او معالجة الثنائية المعالجة الثنائية والثلاثية دي المياه الصرف الصحي، عشان طبعا نقدر ان احنا نستخدمها مرة واثنين وثلاثة في الزراعة او في استخدامات اخرى. وده يعتبر من اهم الانجازات اللي احنا بنشتغل عليها طبقا للاستراتيجيه اللي وضعتها وزاره الري بالتعاون مع 9 وزارات اخرى، الاستراتيجيه القوميه للمياه 2037، ودي هتتنفذ ان شاء الله حتى 2037، تكلفه تتجاوز 50 مليار دولار. وعندنا بالتاكيد ندره مائيه، وفي فجوه زي ما حضرتك ذكرت ما بين استخداماتنا واحتياجاتنا، ده بيدفعنا ان احنا لازم نحافظ على كل نقطة مية ونستخدمها بالشكل الأمثل. وده اللي خلى دولة زي تشيلي اللي مواردها بدأت تقل نتيجة التغيرات المائية محتاجة تطلع على يعني التجربة دي، وإزاي إنها تستخدمها أو توظفها بشكل أو بآخر بحيث تتناسب معها. مهندس محمد السباعي، يمكن كمان طلب الوفد تشيلي تقديم الدعم الفني أيضا من جانب مصر، لأن لها باع في خبرات فنية وتقنية في مجال حصاد الأمراض الأمطار، وبالأخص المناطق الشمالية الغربية لمصر وفي جنوب سيناء. خلال الفترة اللي فاتت يا فندم، مصر كان لها يعني تتذكر حضرتك بعض السيول اللي حصلت في 2016 في راس غارب والأضرار اللي تثبت عليها، أو اللي كانت موجودة في 2015 في الإسكندرية وفي غرب الدلتا. من الفترة دي مصر وضعت، أو وزارة الري كمان وضعت بعض الخطط لإقامة بعض من الأعمال أو المنشآت المائية اللي المفروض يعني تعمل على حصاد الأمطار والحماية من أخطار السيول. وده أدى بفضل الله خلال المواسم السيول الماضية أخرها 2020 الموسم الحالي ما تعرضناش أبدا لأي أخطار أو أي حاجة، بل بالعكس أصبح مورد مهم جدا زي ما حصل السنة دي مثلا. اسمح لي أضرب بحضرتك مثال في وادي وتير في جنوب سيناء، السدود اللي تم إنشائها العام الماضي قدرت أنها توفر حوالي 5 مليون متر مكعب للتجمعات البدوية استفادوا منها، ويقدر أن احنا نعمل عليها بعض التنمية هناك. مثلا في شمال سيناء كمان في العريش تم هناك برضو سد قدرنا ان احنا نجمع فيه حوالي 4.5 مليون متر مكعب من الامطار. فكره حصاد الامطار دي من اهم الموارد، لكن بالتاكيد بس عايزين نوضح ان مصر دوله غير مصيره. يعني ان كانت تشيلي تشتكي انها مواردها المائيه من الامطار انخفضت معدلاتها من 2500 ل 1100، فاحنا اقصى معدل امطار عندنا لا يتجاوز 150 ملي. فبالتالي احنا دوله غير مصيره، لكن ومع ذلك بنحاول احنا نستفيد من كل نقطه ميه،
ويمكن حصاد الأمطار من أهم الموارد، سواء طبعا لدولة تشيلي اللي بتحاول تشوف احنا تعاملنا مع ده ازاي، او احنا بناخد منها بعض الموارد دي ونستفيد منها. طيب مهندس محمد، يمكن مصر كانت بتعتمد على 97% من احتياجاتها للزراعة من نهر النيل، مع استراتيجية الاستفادة من مياه الأمطار وأيضا ترشيد استخدام المياه في الزراعة، من المنتظر أن النسبة دي تبلغ قد إيه في المرحلة القادمة مع استمرار هذه السياسة أو الاستراتيجية في تقليل الاعتماد كليا على نهر النيل في الزراعة؟ هنوضح بس ان احنا في كل الاحوال مواردنا المائيه فعلا تتجاوز 97% على مياه نهر النيل اللي هي المياه العذبه للحدود، ودي طبقا للاتفاقيات الموجوده وطبقا لحصتنا اللي هي 55.5 مليار متر مكعب في السنه. وعندنا بعض الموارد الاخرى زي بعض الامطار البسيطه، زي بعض المياه الجوفيه الغير متجدده، زي بعض المياه المحلاه من محطات التحليه وغيره، بنوصل حوالي ما يقرب من 59.4 مليار، نقول حوالي 60. اوضح لحضرتك ان في فجوه كبيره ما بين مواردنا اللي هي بتوصل حوالي 60 في ظل ان استخداماتنا المباشره 84. طب ال 24 دول بنوفرهم ازاي؟ بنوفرهم عن طريق اعاده استخدام المياه زي ما حضرتك ذكرتي حتى في الانترو او المقدمه بتاعت حضرتك، اللي هي بتبقى من مياه ذات نوعيه جيده من المياه الصرف الزراعي او المياه المعالجه من الصرف الصحي. 24 مليار ده رقم كبير جدا، وده اللي بيخلي مصر من اعلى دول العالم في كفاءه استخدام المياه، بالاضافه الى مياه افتراضيه اخرى بنقدرها بحوالي 34 مليار متر مكعب. دي بنستوردها عباره عن سلع غذائيه وعباره عن طبعا محاصيل زراعيه ما بيتمش انتاجها، فبنستوردها بشكل او باخر. اعتمادنا بشكل كبير جدا، وده نقطه دايما بنتكلم فيها على نهر النيل، وده اللي بيخلينا حريصين جدا على التعامل مع مورد نهر النيل بصفة خاصة، ودورنا خلال الفترة الجاية نحن نرشده بشكل أو بآخر، وتوسع بقى في استخدام طرق ري الحديثة، وده من ضمن الاستراتيجيات اللي وضعها وزارة الري، أو التوسع في استخدام القطع الموفرة في الاستخدامات المنزلية مثلا، بتخفض حوالي 30-40% من المياه المستخدمة، وغيره من أساليب الترشيد اللي موجودة في خططنا عشان ننفذها الفترة الجاية في ظل محدودية مواردنا بشكل عام. مهندس محمد السبيعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل. شكرا يا فندم، تحياتي.